اللقب وتفوز إن شاء الله بلقب هذه البطولة، بطولة لم تحرزها مصر من قبل. وإن كان يواجه النهاردة المنتخب المصري منافس قوي ومنافس عنيد، وحكم مباراة اليوم هو الحكم أندرو فيرتا من مدغشقر، حكم هادي محمود. وتابع أمامنا التسديدة لكن إلى خارج الملعب، أول كرة وأول محاولة هنا متقدم أحمد رمضان، وكرة بالعرض لكن على طول التغطية الدفاعية ممتازة، التغطية الحقيقة من ومع وادي دجلة. شوف أمامنا هنا انطلاقة اللاعب سيلاس جاناكا أغسطس في أولمبياد طوكيو اللي هتنطلق رسميا يوم 24 يوليو بإذن 2001، وأيضا في الفرانكفون، ثم عمل كمساعد المنتخب الأول من 2004 ل 2011 وساهم في إنجاز مرور المباريات، تحسن الأداء وتحسن المرض. استلام حلو قوي من رمضان، حط الكرة في المساحة، أدي رمضان كل العيون تخبوا، يملك القوة والمهارة واللياقة لكن عندنا الروح وانطلاقة كريم من لاعب مصطفى محمد. استلام مرة تانية، استخلاص مميز، يا عيب الكرة على طول، وشوف هنا يا ولد على الاستلام يا كريم يا لعيب، ولكن كملها كملها بقى كريم، استلام حلو قوي. كريم العراقي عنده ميزة حلوة الحقيقة لكن المرة دي ما زبطتش معاه، وكان ايه مصطفى محمد واخد، لكن بص هنا التوقع عنده عالي قوي، متوقع الخطأ لكن ايه ما رفعش عينه، استلم ولما دقيقة 16 واحدة من الكرات، لكن بدأ يضغط عبد الرحمن مجدي، بدأ يحط جسم خطيرة، هي مصطفى اطلب ركلة جزاء في اللقطة الماضية، فرصة كبيرة قوي لمصطفى محمد. مصطفى محمد 4 أهداف في تاريخ هذه البطولة، اللي كان طبعا في أول نسخة كان عبد العزيز برادة، لا إليزي، وادي الركنية العالية، وادي الكرة بيعيدها أمامنا هنا رمضان، بيك يسد يسد لرمضان، لبيك لرمضان، يا عيني على اللمسة والتحرك، لكن أبو الفتوح خطير اللي اتعملت من الشيخ تيميتي. وادي أمامنا هو اللاعب اللي اتكعبل في اللقطة الماضية رقم 9 يوسف داو مع محمد عبد السلام، رمضان 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 المتألق يعدي ويلعب كرة بالعرض، حلوة حلوة. كوي بدأ يعني يستفيد برمضان صبحي مش في الطرف، بقى يخليه يدخل في العمق، ويدخل كمان عبد الرحمن مجدي في العمق في محاولة خلق الزيادة العددية مع وجود مصطفى محمد، لأن يعني الأداء اتطور. الزمالك اللي أعير لإبي، وأعير كان أيضا تاني، فكرنا في أمم إفريقيا 2006 أحمد حسن كان أحسن لاعب، لكن في وسط الملعب داكوي اللاعب المميز جدا، لكن على طول المرة دي كريم العراقي مساعد الأول، وهو طبعا ديك أوكيلو من أوغندا. يا ولد يا أسامة، أسامة جلال يا ابني، ربنا يحفظك ربنا يحفظك يا أسامة وكريم. حلوة من رمضان، عدى شيل رمضان يا ولد على التفويتة، كريم يا على الحلاوة يا على الجمال، كريم وهو كريم، كريم وهو كريم، رب العباد كريم، رمضان يتوكل. لكن اوعى اوعى تنسى عبد الرحمن مجدي، اوعى تنسى عبد الرحمن يفوت وياتي كريم العراقي، هدف مصري روعه روعه روعه. بص شوف مصر بتعمل ايه، يا سلام على الجمال وعلى الروعه وللهدف الجميل اللي اتعمل. ايه الكوره دي؟ دي مش كوره، دي مزيكا، دي مش كوره، دي مزيكا. احنا جيل جديد جوانا اصرار من حديد، وبص شوف رمضان عدى وانطلق، ورمضان يلعب بالعرض، وعبد الرحمن مجدي يفوت رجله، وياتي كريم العراقي، كريم العراقي يسجل الهدف المصري الاول. هي من اولها حلوه، بص يا ولد يا رمضان بيثبت اي حد، بيثبت ده ثبت كوت ديفوار، ثبتهم بالمغرب، ثبتهم من بدري. بص بص رمضان، بص شوف رمضان، بص شوف رمضان، بص شوف رمضان، بص عبد الرحمن مجدي، يا واد يا عبد الرحمن يا كبير يا لعيب يا لعيب. هي هنا ايه التناغم، بص من بيكم، وبيكم اتحرك وكمل وكمل ودخل امامنا اهو، والتفويته بتاعت عبد الرحمن، وبص كريم العراقي، بص شوف مصر بتعمل ايه، شوف الروح وشوف الحلاوه وشوفوا ريحام التراوري، اوعى الخطوره وكره بالتسديده، ولد يا اسامه، اسامه جلال كوت ديفوار، المهاره كوت ديفوار، دروجبا كوت ديفوار، كالو كوت ديفوار. اللي في اللقطه الماضيه يعني شوف الصراع، والراجل لاعب النادي الاسماعيلي، يعني مش عايز اغفل اسم، مش عايز انسى حد، اعذروني يعني من حاولت اجمع خاطرين. بص كره لبيكم والشيخ تيميتي، وحكم اللقاء اعتبر ان ابو الفتوح واللاعبين السابقين والحضور اللي امامنا، بص الكره بتاعه تراوري، راكوتو جونا من مدغشقر بيعاونوا كل من ديك اوكيلو من البلجيكي مع اوبن، كان مدربه في اوبن لما انتقل من اسباير، كان
لماذا يا حكم اللقاء امامنا هنا المساعد اوكيلو؟ شوف فرق من السرعه، لكن جات الزياده امامنا، لكن يضغط مره ثانيه ويقاتل ان شاء الله تشوفوا بقى في مواجهه النجم الرياضي الساحلي في دوري الابطال، ونشوفوا مع مواجهه الهلال ومواجهه بلاتينيوم كما محمد صبحي والتقاطه للكره اللي اتعملت، لكن هنا الضغط، وتعالى خد انذار، تعالى خد انذار امامنا اهو في اللقطه. اماني ادي امامنا، جان تيري اماني يتلقى امامنا اهو حكم المباراه يدي انذار لاماني. شوف لازاري اماني يعني عمل فيه عمار، انا بحبك يا مصطفى تزحلق مصطفى، لكن تصل كريم العراقي ودي يا راجل اللي جاي من ورا، ادي للي جاي من ورا، ارفع عينك ارفع عينك، لكن زود فيها مصطفى 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 يا مصطفى، روح اسرع مصطفى، لكن هو مصطفى توقع عطافة الجميله في هذه البطوله، ثبت الراجل وعدى وفات الاصرار والروح، ويدخل امامنا عمار واكرم توفيق، لكن المره دي التدخل بطوله كانوا لعبوا في بطولة تولون وفازوا بيها في 2018. وادي امامنا اول استلام، عبد الرحمن يسند لابو الفتوح، يضغط ابو الفتوح، لكن بالعرض الكرات العرضية الخطيرة، لكن يقابل على طول اسماعيل، اسماعيل ديالو من البعض وانتقاص من المنتخب، وكرة الامامنا هي اللي بتتلعب مرة تانية ان شاء الله يشارك بقى في الفترة القادمة. على طول تمريرة حلوة، انطلاقة المرة دي، وادي كريم العراقي، هو ده الشغل، هو ده الكلام، هو ده الكلام من العراقي، البحث عن مصطفى محمد، لكن ملعوبه عاليه عاليه وبعيده من عبد الرحيل والرمضان، بص التحرك والتناغم، وازاي مصطفى محمد بيرحل ويفضي المجال ان يكمل رمضان في العمق، ويكمل كمان عبد الرحمن مجدي في هذا الاداء المتميز الحقيقه. مصطفى محمد يعني مش بس هداف، ده كمان الراجل بيتحرك، يوسف ده، وطبعا الاداء اقل من الشوط الاول، الشوط الاول مصر اللي دخل امامنا هو رقم 5 التبديل، بقول لحضراتكم عليه، وادي كريم العراقي، قويه قوي يا كريم، قوية قوي يا كريم، قوية يا كريم، شوف كريم العلائي قوية، الكرة دي قوية، الكرة اللي فاتت دي الكرة اللي أمامنا طلع لضمن البدلاء، ومحمود مرق كمان ما تنساش، محمود مرق دافع كويس قوي قوي، الشمال يلعب كرة حلوة، رمضان بص جاي فين، رمضان جاي في الجنب اليمين، رمضان عايز عدى أمامنا الخطير البديل أبو بكر دومبيو، خلي بالك يا صبحي، خلي بالك محمد صبحي في اختبار أول في هذه المباراة، يعني في خطورة وفي تسديدة، لكن الحقيقة يعني اتخض شوية فيها، لكن شالها شالها ببراعة، شالها ببراعة، يعني يخفي أمامنا هو المرور والتمريرة، ومفيش راية وخطرة، وضاعت الفرصة، جت فرصة خطرة جدا، أدي بقى الكرات اللي بدأنا نسرح فيها، وفرصة ضايعة في اللقطة الماضية، مش ممكن الكرة اللي فاتت دي، مش ممكن الكرة اللي فاتت دي تضيع بغرابة من حامد تراوري. بص امامنا هنا مصيده التسلل والسرحان في اللقطه الماضيه، امامنا اهو عن الانجاز ومسك الختام ان شاء الله باحراز اللقب، ابو الفتوح عديد لكن يحطها حلوه قوي، عبد الرحمن العب بقى صح، وكريم، وكريم العراقي، كريم العراقي كان هيدخل التاريخ وكان هيسجل ثنائي من خلال تسديد الدومبيا، ومن خلال ايضا الكره الخطيره اللي كانت اتعملت الحقيقه من اليسرى، سيلاس يلعب كره خطيره جدا، لكن يقابل امامنا هو صلاح محتقط على تراوري، وتحت ضغط المره دي عدى عدى امامنا من عمار، كره خطره جدا، ثم كان 4-1 لمصر بقى في نصف نهائي 2008. احمد فتحي شوف امامنا هنا اسامه جلال، فاول على طاره، عدى من ابو الفتوح، وانطلاقه امامنا هنا ومحاوله وطاره، فاول فاول في حته خطر قوي، لازم بقى في الوقت المتبقي الاربع دقائق ولا الثلاث دقائق ده لازم يثبت، يثبت امامنا اهو انذار لابو الفتوح، لازم سيلاس رقم 15، وادي امامنا تسديده، لكن الحمد لله في قدم اسامه جلال المنتخب الاولمبي، هجمه خطيره، انطلاقه من جانب دومبيا، خطر التعادل، خطر التعادل، خطر التعادل هنا في وقت قاتل في الدقيقه 89، هدف التعادل في وقت قاتل، في وقت قاتل، في وقت قاتل، التحرك والتوغل، وبقول لحضراتكم يعني دافعنا، وهي دي كرة القدم، لكن ده لا يقلل من جهد اللاعبين. هدف التعادل بيجيبه البديل اللي دخل أبو بكر دومبيا. هدف التعادل دومبيا. شوف الجمهور في اللقطة الماضية، وهدف التعادل لمنتخب احمد راس الريان، يا عيني لم وسدد وحط يا راجل واعمل فول جول 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 جول، هو 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 مدفع رمضان، يا عيني عليك يا رمضان، يا عيني عليك يا رمضان، يا عيني على الكوره وحلاوه الكوره، واحمد ياسر ريان
مش ممكن. احمد ياسر ريان اللي بيصنع في اللقطه الماضيه الكره الجميله اللي سددها واتدت من حارس المرمى، وتجد رمضان صبحي في الموعد. هو قائد، واي قائد، هو نجم واي نجم. وبالفعل رمضان